المرة رح نتوجه نحو الأتساق تكون مع إطلاق الكرسي المائي المتحرك. التفاصيل أيضا بالروبورتاج. ما حلو. أعلن النادي اللبناني لسيارات السياحة عن إطلاق مشروع الكرسي المتحرك المائي لذوي الاحتياجات الخاصة، ليكون أول مجمع بحري لبناني بيقوم بهالشيء. حفل الإطلاق كان عم يصير بالأتساق. أوه ماي جاد. وكانت كلمات شددت على أهمية الخطوة من الشيخ شعب الجميل يلي أشرف على المشروع. الام تي كان إلى كلمة بالمناسبة مع رئيس مجلس الإدارة المحامي إلي أصاف. نحن اليوم عم نستذكر وفاة المرحوم الشيخ نبيل الخازن عضو مجلس الإدارة اللي كان معنا واللي كان يشتغل بكل اندفاع تجاه النادي. ذكرى 40 على غيابه. بهالمناسبة حبينا نطلب مشروع الكرسي العائم المتحركي لذوي الاحتياجات الخاصة، اللي هالكرسي بتأمن السباحة لكل شخص عنده مشاكل جسدية بيقعد عليها وبينزل بالبحر بيسبح بالبحر. هالكرسي أمنناها وعم نأمن الخط اللي بوصلها على البحر قريبا بيكون صار جاهز. وخلال حفل الاطلاق تم تكريم الشيخ نبيل الخازن يلي رحل بحادث مفجع في شهر تموز بجرود بلاد جبيل. سلمت على صباطك. اما بختام فرح منضل بكسر وين، ولكن هالمره رح ننتقل لمنطقه كفر دبيان تنكون مع مهرجان المظاهر الصيفي، ورح نكون مع مسابقه كره سله ابتداء من الساعه 9 بكره حتى مساء نهار السبت. هذه المسابقه مسابقه ستريت بول، رح يكون فيها مسابقه 3 ضد 3 لرجال وسيدات، رمية ثلاثية وكبس سلة مع جوائز مالية قيمة جدا. هذه المسابقة فإذا رح بتكون تحت رعاية وإشراف الاتحاد اللبناني لكرة السلة. هذا كان المنخفض الجوي الحالي اعتيادي من جهة الأمطار وسرعة الهواء، إلا أنه غير اعتيادي لجهة انخفاض الحرارة والبرد يلي عم نحس فيه وخصوصا الليلة. الخبرية الحلوة لبكرة الجمعة هي انحسار المنخفض الجوي والانفراجات يلي منلاحظها خلال النهار. وسلسلة المنخفضات الجوية ما خلصت، فابتداء من يوم السبت منخفض جوي تاني بيوصل على لبنان بس فعاليته متوسطة ومش قوي قد يلي سبقوا. بالنسبة لنهار الجمعة الهواء خفيف، رطوبة عالية واحتمال الشتاء تحت 50%. بالنهار ترتفع الحرارة درجة تقريبا تتسجل بالعاصمة بيروت 14 درجة، 5 بكفر دبيان و7 درجات بتعنيل. بالليل